مشاهدينا الكرام، للمزيد معنا من مجزر البساتين دكتور ميلاد سيدو، مدير الصحه العامه والمجازر. اهلا بك يا دكتور ميلاد. ما هي استعدادات المجزر الان لاستقبال اضاحي العيد، عيد الاضحى المبارك؟ بدايه احب اهنئ الشعب المصري والسيد الرئيس والحكومه بقدوم عيد الاضحى المبارك، يعادوا على مصر بالخير واليمن والبركات. انا عايز اقول لحضرتك احنا عندنا حاله طوارئ اعتبارا من اول الشهر 1/8، وده لرفع وتصحيح المجازر داخل محافظه القاهره. انا عندي 6 مجازر داخل محافظه القاهره، اكبرهم طبعا المجزر الالي بالبساتين، ونسبه الذبح فيه ده بيمثل من 30 ل 35% من مذبوحات الجمهوريه كلها. وعندي مجزرين، مجزر السلام ومجزر الممتاز في المنطقه الشماليه في المرج، ومجزرين في المنطقه الجنوبيه، مجزر طرع ومجزر حلوان. جميع المجازر مستعده واحنا اوريدي شغالين وبنستقبل جميع انواع الاضاحي والمذبوحات، جميع انواع الحيوانات المصرح بذبحها مثل الجمال والابقار والجاموس والقراف والماعز. انا عايز اقول لحضرتك دور الطبيب البيطري بيبتدي من المزرعه حتى السفره زي ما بنقول. الطبيب البيطري هو خط الدفاع الاول للانسان، لانه بيمنع مجموعه من الامراض اللي ممكن تتنقل عن طريق الحيوان او منتجاته للانسان. ايضا دكتور سيد، الحاجه اللي انا عايز اكد عليها ان اتفضل حضرتك. اتفضل معلم. دكتور ميلاد، يعني ايضا انا عايز اطمن المواطن مع حضرتك. حضرتك دكتور ميلاد، عايز اقول لحضرتك انه في انباء بانه اليوم الاول واليوم الثاني الذبح مجانا داخل المجازر الاليه مثل مجزر البساتين. بالظبط كده يا فندم، احنا فاتحين المجزر الالي بعد صلاه عيد الاضحى المبارك مباشره لجميع اهالي القاهره. المواطنين يجيب الاضحيه بتاعته، بوفر له الخدمه المجزريه، مكان امن ومخصص للذبح، زائد الكشف والفحص بواسطه الاطباء البيطريين، حتى المواطن يطمن على الاضحيه اللي بيقدمها لله تكون في احسن حال. ده اعتبارا اول وثاني وثالث ايام العيد، وكل طقم الدكاتره احنا رافعين حاله طوارئ، مفيش اجازات، مفيش بدل راحات، كل الاستاف موجود من الساده الاطباء البيطريين. شكرا جزيلا دكتور ميلاد سيدهم، مدير الصحة العامة والمجازر بمجزر البساتين، شكرا جزيلا.